إيفرتون ويست هام يونايتد الدور الإنجليزي الممتاز للبريمير ليج الجولة الثامنة، وإن شاء الله كيفاش ويست هام وين يفوز بهدف لصفر خارج ميدانية أمام إيفرتون، وإن شاء الله كيفاش أنجيلو الذي سجل الهدف في الدقيقة 74 رغم أن كانت المباراة سيئة، مباراة اللي كانت يعني من الجانبين يعني وين إيفرتون وين ضيع أهداف يعني في الشوط الأول الشوط الثاني كانت مباراة متكافئة نسبيا، كانت سيطرة نسبيا مع ويست هام، وإن شاء الله كيفاش رافايل المدرب تاع إيفرتون اللي دخل بربعة 4-1-1 إن شاء الله كيفاش دافيد مويس المدرب تاع ويست هام اللي دخل بخطة 4-2-3-1 يعني كانت نقولوا باللي شاهدنا الأداء تاع سعيد بالرحمة اللي لعب 87 دقيقة، شاهدنا كيفاش جيرورد شاهدنا كيفاش باولو شاهدنا ديكلان يعني شاهدنا كيفاش توماس شاهدنا يعني كورتا شاهدنا أنجيلو يعني نقولوا باللي كانت نقولوا أنجيلو المدافع الذي سجل الهدف في الدقيقة 74 شاهدنا جوردان في الحراسة تاع إيفرتون يعني نقولوا لوكاس نقول كين سيمونس شاهدنا كيفاش ديميري إيلاكس آلين عبد الله دوكالي شنا انديرسون يعني رغم ذلك وين جانا تغيير واحد انطوني وهو خط وسط ميدان جوردان لكن بدون جدوى، وين جانا كيفاش نقولوا بلي سعيد بالرحمه اللي كانت عنده فرصتين يعني في الشوط الاول الشوط الثاني جانا كانت المباراه مباراه اللي كانت تكتيكيه ما بين مدربين نقولوا كانت مباراه تكتيكيه ما بين مدربين شاهدنا كيفاش وين ايفرتون وين حاول في الشوط الاول يعني وكان عنده فرص ما استغلهاش بمعنى الكلمه واستها يعني وعرف كيفاش يدافع عرف كيفاش يحتل خط وسط الميدان يعني بذكاء كبير من اللاعبين شاهدنا كيفاش انجيلو المدافع عرف كيفاش يخادع الجميع ويسجل في الدقيقة 74 هدف الفوز اللي عرفوا كيفاش يحافظوا عليه في هذه المباراة اللي كانت في صالح ويست هام في الأخير. هذه هي الجولة الثامنة إيفرتون 0 ويست هام يونايتد هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز للبريمير ليج.